وللمزيد ينضم الينا عبر سكايب من بيروت نضال السبعة الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. يعني سيد نضال اهلا بك. وفي البداية حال تم قبول او قبل سعد الحريري تولي رئاسة هذه او ترأس حكومة لتصريف الاعمال، ماذا يمكن ان يقدم الحريري للبنان للخروج من هذه الازمة؟ يعني اليوم الرئيس الحريري متسلحا بالحالة الشعبية، هو بشكل واضح ومباشر يطلب من القوى السياسية الخروج من الحكومة وترك القرار له وترك القرار المالي خاصة له وتشكيل حكومة تكنوقراط. طبعا من المعروف أن يعني الذي اقترح هذه الحكومة هو الجانب الفرنسي، خاصة الذي تعلل بوجود فساد في لبنان، لأن خاصة الفرنسيين يعني أقروا بمؤتمر سيدر بتقديم 11 مليار و600 مليون للجانب اللبناني من أجل تحسين الاقتصاد وإقامة مزيد من المشاريع. اليوم الأزمة السياسية عمليا انفجرت في البلد، الوضع الاقتصادي سيء جدا، المرافق معطلة، الطرقات كانت معطلة، هناك تهجم على بعض المصارف. لا أعلم إذا كان الرئيس الحريري سوف يتمكن يعني من تشكيل هذه الحكومة، لأن عمليا الجانب الآخر يعني يمتلك أغلبية في البرلمان، يعني تحالف حزب الله بالإضافة للتيار الوطني الحر الذين يشعرون أنهم مستهدفين بحكومة التكنوقراط من خلال إبعادهم عن الحكومة، عمليا يحوزون على 72 صوت في البرلمان، والحكومة بحاجة إلى 65 صوت من أجل نيل الثقة. بالتالي الجانب الآخر الذي هو قوة 8 آذار يشعر عمليا أنه يستطيع، في حال الرئيس الحريري لم يشكل هذه الحكومة حسب الاقتراح الذي نقله الوزير جبران بنتيه وحسب الاقتراح الذي نقله حزب الله، يستطيعون أن يذهبوا إلى البرلمان ويشكلوا حكومة من لون واحد. ولكن أيضا في حال يعني قاموا بهذا الأمر فإن هذه الحكومة سوف تتعرض ل يعني عقوبات دولية. طيب في كافة الأحوال أنا يعني هل عمليا لا يمكن أن يكون هناك حكومة تتشكل إلا بموافقة مجلس النواب أو البرلمان، وذلك في ظل الواقع لبنان السياسي؟ ف كيف يمكن، أو يعني لأكون أكثر وضوحا، هل يمكن أن تتكون حكومة تكنوقراط بدون موافقة البرلمان؟ لا، مستحيل. بالأخير في لدينا نظام سياسي، هذه الحكومة التي تشكل هي بحاجة حتى تباشر عملها أن تذهب إلى البرلمان وأن تأخذ الثقة. كيف يستطيع الرئيس الحريري طيب. أن يشكل حكومة من دون أن يذهب إلى البرلمان؟ عندما يذهب الرئيس الحريري لطلب الثقة، حكما أن هذه الحكومة في حال لم يستشير هذه القوى السياسية ولم يتفق معها على برنامج الحكومة ولم تشارك هذه القوى في الحكومة، حكما سوف يعني تسقط في البرلمان. ولكن ما قبل ذلك، يعني اليوم ورقة التكليف بيد الرئيس ميشيل عون، حسب الدستور اللبناني الرئيس اللبناني يكلف شخصية بعد أن يجري الاستشارات النيابية، وهو يعني في حال كلف الرئيس الحريري يكون متفقا معه على تشكيل هذه الحكومة حتى بعد التشاور مع القوى السياسية حتى تأخذ يعني الثقة في البرلمان. ولكن هنا الإشكالية الكبرى، الرئيس الحريري يقول كلفوني ومن ثم نتباحث، والرئيس ميشيل عون وفريقه بالإضافة لحزب الله يقولون له تعال نتفق على الحكومة وكيفية تشكيلها وبرنامجها وخطة عملها قبل أن نكلفها. يعني هذه هي الإشكالية. نعم. بالتالي أنا أعتقد أن لبنان دخل بمنعطف خطير. نعم. ونحن أمام أزمة من الصعب جدا تجاوزها ومن الصعب جدا الوصول إلى حلول. يعني سيد نضال، في ظل مفردات هذا المشهد وهناك الكثير من المماطلة، يعني عنصر الوقت لمن يعني يذهب لمصلحة من؟ هل هم المحتجين أم القوى السياسية؟ الجميع مأزوم، يعني لا نستطيع أن نقول أن الشارع أن الوقت لصالح الشارع أو أن الحكومة لصالحها موضوع الوقت. الآن الكل مأزوم عمليا، كلما تصاعد الأمر في الشارع كلما تراجع الوضع الاقتصادي، وفي حال تراجع الوضع الاقتصادي سوف ينعكس أيضا
على الشعب. النقطة الأخرى، يعني في القانون اللبناني لا يوجد وقت لرئيس الجمهورية، يعني في حال يريد إقامة الاستشارات النيابية يستطيع أن يبقي البلد لمدة عام دون أن يجري هذه الاستشارات النيابية. كذلك الأمر بالنسبة للحريري، في حال تم تكليفه بتشكيل الحكومة يستطيع الرئيس الحريري أن يماطل وأن لا يشكل الحكومة وأن نبقى سنة من دون تشكيل حكومة. الرئيس ميشيل عون من جهته يريد أن يتفق مع الرئيس الحريري حول الوقت الذي يتم تكليفه بهذه الحكومة من أجل تشكيلها، ويريد أيضا أن يضمن يعني برنامج الحكومة المستقبلة والأطراف التي سوف تشارك في الحكومة. لأن في لبنان يعني لا يوجد أحد ليس لديه انتماء سياسي، في لبنان خاصة يعني كل الأطراف لديها انتماءات سياسية. نعم، وفي ظل يعني الوقت الراهن يعني نستطيع أن نقول يعني يا ليت كل الأطراف تتفق للخروج من أزمة لبنان. من بيروت نضال السبعة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب، بشكرك شكرا جزيلا.